السلام عليكم متابعين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد خوتي المتتبعين. اليوم غادي نخرجوا نبدلوا شويه الجو ونفوجوا شويه على راسنا براسنا. دائما حاولي ما امكن تفوجي على راسك براسك، حيت ما كاينش شي واحد اللي غيبغي يفوج عليك ولا شي واحد اللي غادي يبغي لك الخير اكثر من راسك. حاولي ما امكن مهما كانت الظروف اللي كتعيشي، شوف دير بوز التلفازه باش ما تكونش فيها الكوبي رايت. شوف اخواتاتي، دائما انا وحده منكم، انا واحد الانسانه اللي شحال هادي ندوي على شحال هادي وندوي على الحاضر. انا واحد الانسانه شحال هادي اللي كنهز الهم لكل شيء، كنهز الهم لابسط الحوايج، كنهز الهم للناس البعاد وكنهز الهم للناس القراب، ولكن هذا الشيء كامل ما نفعني حتى بشي حاجه. هذا الشيء كامل جبتها غير في صحتي. هذا الشيء كامل ما عنده باش غادي ينفعني وما عنده باش غادي ينفعك. من الاحسن انني نديها في راسي ونسوق لراسي ونتقرب من راسي وكنطلب من راسي السماحه. والله العظيم كنطلب راسي يسمح ليا، حيت الحمد لله انني ما عمري ظلمت شي واحد، ما عمري اذيت شي حد، ما عمري قصت شي حد، ما عمري ما كذبت على شي حد، ما عمري ما وهمت شي حد بشي اوهام اللي ما نقدرش عليهم. الحمد لله صافيه مع الله ومع العبد. يقدر يكونوا عندي اخطاء، مي اخطاء بسيطه دي عند اي واحد، راه اي واحد كيخطا واي واحد عنده اخطاء في الدنيا، ولكن الاخطاء اللي هما بساطين، ولكن شي حاجه اللي كبيره بزاف ولا شي حاجه اللي غادي تكون كبيره، الحمد لله انا متاكده من صغري ومن كبري دائما كنبغي الخير للناس، دائما كنبغي الناس يكونوا مزيانين، دائما كنفكر في الناس، دائما الحاجه اللي عندي نفرقها مع الناس وما نقولش ما عنديش. ولكن اش غادي نقول لكم، هذا الشيء راه مزيان من طبيعه الحال، ولكن شنو الحاجه اللي انا كنهضر عليها هي انني كنهز واحد الهم اللي ثقيل عليا بزاف، ما كنتهلاش في راسي، دائما سد عليا، دائما كنبكي، دائما اول حاجه حلفت ما باقياش ندير شي فيديو في اليوتيوب كنبكي ولا كنشكي. النهار اللي غادي نقدر نصور بواحد الطاقه زوينه وطاقه ايجابيه غادي نصور، خصتني شي حاجه غادي نطلبها لله سبحانه وتعالى. وكل واحد راه عالم عليه الله، وانا ربي بوحدو اللي عالم عليا، ما نقدرش نشكي ولا نقول شي حاجه ولا نبكي ولا نقول شي حاجه، ربي هو اللي عالي وعالم على القلوب. فلهذا قررت انني ما كرهتش ندير لي فيديو ديالي كامل القدام بخيفي ونبدا من جديد ونبدا من البدايه. ما كرهتش، ولكن للاسف ما عرفتش واش نقدر نديرهم. يقدر يجي واحد الوقت انا والطنطون بعقلي وشنو كيقول ليا، الا قال لي عقلي نديرهم راه غادي نديرهم، قال لي عقلي نخليهم راه غادي نخليهم. المهم غير باش تعرفوا ان الانسان اللي كيكون غادي نقول لكم، والله ما بغيتش نهضر في هذا السوجي هذا نهائيا، بغيت نخلي هذا الشيء كله بعيد. دابا غادي من دابا الفوق عمري ما غادي ندير شي فيديو كان بكي فيه، لان البكي على الميت خساره، والبكي على الناس ما عنده باش غادي يفيدني. داكشي علاش حيدت دوك الفيديوهات اللي كنت كنبكي فيهم، وحيدت اي فيديو اللي كنبكي فيه ولا كنشكي فيه، ومازال غادي نزيد نحيد بزاف ديال الفيديوهات اللي انا ما راضياش عليهم في القناه ديالي، غادي نحيدهم ان شاء الله غير شويه بشويه، لان ما خصنيش نحيد الفيديوهات بزاف. الا حيدت الفيديوهات بزاف غادي نحل العاد، غادي نبدا عاوتاني من جديد. قررت انني نتهلا في راسي، نتقرب من راسي، نهضر مع راسي، نتجمع مع راسي، نشوف راسي شنو خاص راسي، نشوف راسي شنو خاصه، لان اش غادي نقول لكم، حتى حاجه ما كتستاهل في هذه الدنيا، اقسم بالله العلي العظيم، الا حتى شي حاجه ما كتستاهل قدام الصحه ديالنا. الا خطاتك صحتك والله ما يعرفك شي حد، ما تقوليش عندي ولا عندي ولا السند، ولا السند هو الله سبحانه وتعالى، السند هو الله. الانسان فاش كيطيح اون بان ولا كيمرض ولا شي حاجه كتعرف كل شيء، وكتعرف اي واحد كيبان لك بوجه مكشوف. وشنو غادي نقول انا دابا؟ غادي نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل حاجه كتوقع لنا في الدنيا والا كنتعلموا منها دروس. الا وقعت لك شي حاجه، شي فشل في حياتك، راك كتعلمي منه دروس. وقع لك شي مرض، كتعلم منه دروس. وقع لك اي حاجه وقعت لك في الدنيا، كتعرف العدو من الصديق، وكتعرف الحبيب من العدو كما كيقول المثل. من هنا الفوق ان شاء الله قررت انني نتهلا في راسي ونتقرب من راسي، وإلا قدرت نصور شي فيديو زوين وتكون عندي الطاقه باش غادي نهضر، وتكون عندي الطاقه ايجابيه اللي غادي نهضر بها غادي نديرو. ما كانتش عندي شي طاقه اللي زوينه باش غادي نهضر بها ما غاديش نصور. وإلا شتوني غبرت عرفوا راه بلي راني ما قادراش نهضر ولا ما قادراش نصور،
المهم انا غادي ندير اكثر من المجهود ديالي باش نبدل راسي، باش نبدل من راسي، باش نعاون راسي، حيت ما كاينش شي واحد اللي غيعاونك ولا يعطيك طاقه ولا يقول لك ايه. الناس يقدروا يعاونوك ويقدروا يقولوا مسكينه مريضه، مسكينه الله يشافيها، مسكينه عندها، مسكينه ما عندهاش، مسكينه، ولكن الشفقه ما عندها باش غادي تفيدك. وانا ما بقتش عزيزه عليا الشفقه، شي واحد يقول مسكينه، انا ماشي مسكينه. والحمد لله، الحمد لله، كنكره ديك الكلمه ديال مسكينه. انا ماشي مسكينه، ومن حد هاد الساعه هذه كنقولها لكم الله يجازيكم بخير، انا ماشي مسكينه. وما كنبغيش شي واحد اللي يقول مسكينه مريضه ولا مسكينه ما عندهاش ولا مسكينه. انا ماشي مسكينه، انا انسانه قويه وانسانه فخوره براسي وانسانه اش غادي نقول لكم، انا واحد الانسانه اللي ما كاينينش مني بزاف ديال العيالات. الحمد لله بالصبر، بالقوة، بالعزيمة، بالإرادة، بالتربية، بالأخلاق، بالمبادئ، بكل شيء. أنا ما كاينينش مني بزاف، يقدروا يكونوا قلالين، تكون واحدة في المية اللي مني أنا. وكنفتخر براسي وكنقول شابو حسنية على الصبر ديالك، على القوة ديالك، على العزيمة ديالك، على الإرادة ديالك بالقضاء والقدر ديال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أنا واحد الإنسانة اللي كما قلت لكم قوية، وكنفتخر براسي، وغادي نحاول ما أمكن نقوي راسي براسي، وغادي نحاول ما أمكن نعاون راسي براسي. وخليكم معايا، ويلا نخرجوا إن شاء الله، نفوجوا شوية ونبدلوا شوية الجو، وما نبقاوش غير سادين علينا في الدار مهما كانت الظروف ديالك. وخا ما تكون عندك حتى درهم، خرجي أختي وفوجي وبدلي الجو، وإن شاء الله مدبرها حكيم. هادشي اللي كاين، وشكرا لكاع المتابعين اللي كيبغيو لي الخير وباغيني نزيد القدام، ودائما مشجعيني، ودائما كيقولوا لي حسنية ما تسوقي حتى لشي حاجه، حسنية تهلاي في راسك، حسنية كوني قويه، حسنية الا خطاتك صحتك. راه فعلا حتى واحد ما غيعقل عليك، وفعلا حتى واحد ما عقل عليا، وحتى واحد ما غادي يعقل عليا من غير الله سبحانه وتعالى اللي عندي وعندكم كاملين. يلا معايا نخرجوا نفوجوا شويه ونبدلوا شوي. المتتبعين البحر تبارك الله ما شاء الله. صراحه اليوم ما جايينش عوالين باش نعوموا، اليوم غير جايين ضاربين دويره وتغدينا وقلنا نضربوا دويره وصافي. ما صراحه ما عواليش على العومان، ما جبناش الحوايج ديال العومان. دخلي بالحوايج ديالك. ايوا داكشي اللي بقى نمشي من هنايا. انت كمال انت تعوم ولا ما تعومش؟
كما كتشوفوا دايرين هذا العود هذا الصراحه غزال كيتصوروا مع هنايا الناس كاين هنايا بدخلت لافوار وهنا المتابعين ديالنا كما كتشوفوا مشينا لافوار ديال مهديه درنا ركبنا شويه في المضاقصة ضروري بحال هكا الانسان كيبغي يفوش شويه على قلبه كيبغي يضحك شويه ماشي ضروري نكونوا صغار عاد باش نركبوا في المضاقصة بحال هكا ولا نركبوا في الطوموبيلات الصغار كيركبوا فيه العيالات الكبار الرجال الدراري الصغار غير كنفرحوا شويه كننشطوا شويه كنبدلوا شويه الجو راكم عارفين يعني الانسان غير كيكون عليه ضغوطات بزاف ضروري خاص بحال هكا يا شي حاجه اللي غادي تفرحك شي حاجه اللي غادي تبدل لك الجو والصراحه بدلنا الجو والله الا خوينا شويه الطاقه السلبيه وجبنا عاوتاني شويه الطاقه الايجابيه لعبت مع الوليدات انا ونور ركبنا في وحده وعلى الدين كامل ونادى اركبوا في وحده ضحكنا فوجنا دازت واحد العشيه الصراحه اللي زوينه بزاف راه صورت لكم جوج فيديوهات واحد ديال الغدا اللي تغدينا وواحد ديال الخرجه اللي خرجنا فوجنا شويه وبدلنا شويه الجو كتجيب كتحسي براسك انك راكي خرجتي راكي بدلتي وهنايا راه انا كنحاول ما امكن باش ما يقيسونيش ونور راه راكبه حدايا مسكينه وخايفه كنقول لها ما ديريش يدك الى يدقس معنا شي واحد يقيسك عاوتاني كنحيد لها يده وهي كترد عاوتاني كنحيد لها يد راني راده معها البال كل مره كنحيد لها يدك كنقول لها ما ديريش يدك يدقس معنا شي واحد الله يستر يفرع في يديها وراها خايفه مسكينه ومع دابا كتشوفهم كيتزادحوا اول مره ركبات شوفوا هنا انا في الوسط كيفاش كندور عرفتوا راه الموت ديال الضحك حيت الصوت حيت كانوا دايرين واحد الموسيقى وراكم عارفين الموسيقى فيها الكوبيرايت كنحاول ما امكن انا ما نقيس حتى حد ما يقيسني حتى حد غير الا قاسني شي حد زعما بالغلط اما انا كنحاول ما امكن نمشي في الجنب ونمشي في البلايص اللي خاويين باش ما نقيس حد ما يقيسني حد ما نضغط مع حد ما يدقس معايا حد ولكن الصراحه فوجنا بدلنا شويه الجو ضروري الانسان بحال هكا يا مره مره يدير خريجات بحال هكا حتى حنا نلعبوا مالنا اختي حنايا ما نلعبوش حنايا غير كبار صافي ما نلعبوش راه ما لعبناش في صغرنا نلعبوا في كبرنا واخا تنكونوا لعبنا في صغرنا نلعبوا حتى في كبرنا فوجنا شويه وبدلنا شويه الجو في البحر ودابا حنا راجعين لحالتنا عاوتاني واخا صراحه مازال الحراره راكم عارفين لان ما ديناش الحوايج باش غادي ندخلوا للبحر ما ديناش الحوايج باش ندخلوا للبحر مشينا غير طايرين وصافي وسالي المتتبعين ديالنا العزاز صراحه خرجنا درنا واخا كانت واحد الحراره مفرطه ولكن الحمد لله دابا تبرد الحال واحد الجو غزال الغربي محرك حنايا جالسين هنا انا وهذا ندو صافا مشاهدين ديالنا دابا حنا جينا جلسنا جالسين والله الا واحد الجو الا غزال غير جالسين الدراري كيلعبوا الكره مع باهم حنايا جالسين داهم كنتفرجوا فيهم نور انور اجا حبيب اج حيدت تبرديلك وتمشي بالحفا علاش حيدتي تبرديلتك ها دبراتك الحبيبه دبراتها قالك تبرديله وحيداتها عندك الموتور على الدين انا دابا واخا كيلعبوا مع باهم كنبقى حاديهم خصني نرد لهم البال اكثر من القياس عندك انت اجي لهنا عندك انت سير انت اجي انت كنت كنروح للدار لا يد لا نور مال دوك الكرينات وحده طلعت وحده هبطات هيا طلعت مال دوك الكرينات وحده طالعه وحده هبطه اختي مالهم اجي قدامي نصايبهم لك اجي اختي اجي ها الزاز كيضرك الزاز ايوا مشيت برديلتك علاش حيدتيها اجي اسطمي هنا على هذا الكرتون اسطمي هنا قالت لك يضرني الزاز هي هي اختي على الزاز شدينا هذا هكا عين قد لها نقد لها الكرين مع هذه الطيطه هذه هذه هي اللي نعسات من هذه الكرينه نعسات اختي مالها وحده طلعت وحده نزلات وحده طلعت وحده نزلات صعيبه الله
هذا الطريق ديال هاد السرعة كاملة. الله يهدي هاد الشباب وصاف الله يهديهم. ماما يا طالعين. ها هما طالعين دابا بالدروس. انتي فنانة هي. انتي زوينة. ياك الحبيب. جزء من الذكريات الزجن. يلا ها الحباب ديالنا صافي دابا غادي نقول لكم بالسلامة عليكم وتهلاو في راسكم. ما تنساوش لايك الفيديو وتبارطاجيو. ودابا نجيو دابا ان شاء الله عاوتاني تسناو فيديو واحد اخر ان شاء الله باذن الله. صافي صافي يلا قول لهم بالسلامة عليكم وتهلاو في راسكم. السلام عليكم. السلام عليكم.